أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله الشرك لظلم عظيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن نشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله
ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا
وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير إلي المصير واتبع سبيل من أناب إلي واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعك
يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور يا بني أقم الصلاة يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور
ولا تصاعد خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشيك واغضب من إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا
ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله ولئن خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله لله ما في السماوات والأرض
ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمد ولئن سألتهم خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا لله ما في السماوات والأرض لله ما في السماوات والأرض لله ما
ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات إن الله سميع بصير ما خلقكم ولا إن الله سميع بصير بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة
فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر بسم الله الرحمن الرحيم الحق ما وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحق الله
بسم الله الرحمن الرحيم. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتي سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوي فهتر لهم من باقي وجيء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئ فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية
فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة الرابية. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ يومئذ تعرضون لا يخفي منكم خافي فأما من أوتي كتابه بيمينه فهو في عيشة راضي في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا بما
فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم قرأ كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية في جنة عالية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عادية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما وللآخرة خير لك
فسوف يعطيك ربك فترضي. ألم يجدك يتيما فهاوي ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغني. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ما وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى
لم يجدك يتيما ألم يجدك يتيما فأما اليتيم فلا تقهر فحدث لم نشرح لك صدرك وأما بنعمة ربك فحدث ألم نشرح لك صدرك فأما اليتيم فلا تقهر وأما فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث لا فأما اليتيم فلا تقهر
صدق الله.